اهلا بكم بناتي وابنائي، طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه، ابنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول المتصوفه: رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا منيه القلب قاسيها ودانيها، ما ذكرتك الا همت طربا، كان ذكراك الحانا اغنيها، فنظره منك ذا سؤالي وذا املي، اشهى الي من الدنيا وما فيها. بذكر الله نبدأ بناتي وأبنائي. النهارده إن شاء الله هنراجع على الهندسة، وبإذن الله هناخد المنهج بإذن الله كده، المسائل بقى اللي هي يعني أنا عايزكم تتفاعلوا معايا في النماذج بتاعت الموجودة في الكتاب، وإن ده آخر مراجعة وآخر شكل كده ممكن نقوله. بس طبعا أنا عايز وانتوا معايا كده نرحب باستاذنا استاذكم الاستاذ جمال فوده، خبير الرياضيات بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا استاذ جمال. اهلا بك يا استاذ عادل وبكل ابنائنا الطلبه النهارده، وان شاء الله تكون مراجعه قيمه وبالتوفيق والنجاح باذن الله. ويعني تعالى نبدا بقى كده ونقول الشكل او المواصفات العامه للورقه الامتحانيه. بالطبع احنا عندنا سؤال موضوعي واربعه مقال. وطبعا ايه المقال لما بيبقى يعني أسئلة المقال كتير بيبقى أفضل، لأنه هو بيتحاسب على الخطوات. على الخطوات. فشكل الورق، الشكل الورق، المواصفات بتاعتها أو شكلها إزاي؟ طبعا يعني الورقة بتبقى عبارة عن 5 أسئلة. السؤال الأول سؤال موضوعي، يا إما أكمل أو اختياري، وطبعا برضو بنحل بخطوات عشان نتوصل للحل النهائي. ال4 أسئلة التانيين بيكون كل سؤال من ألف وب، بتبقى أسئلة مقال بتحتاج خطوات، وكل خطوة انت بتتقسم درجة السؤال على الخطوات اللي انت بتكتبها. وبنأكد قبل ما نبدأ ان لازم في بداية كل سؤال لما تيجي تشتغل تكتب القانون، لان القانون بيبقى عليه درجات، وتعرف تطبق، هتطبق صح هتقدر تحل وتتوصل للحل الصحيح. طيب انا عايز برضو قبل ما نبدأ، احنا طبعا بنبدأ بنتكلم في مثلا حساب المثلثات، ونتكلم في الهندسة التحليلية، ونتكلم في أسئلة موضوعية. شكل الأسئلة الموضوعية إما اختيار متعدد أو أكمل أو أسئلة الإكمال. يعني أنا لما بقول اختيار من متعدد، يعني مثلا يعني طبعا شفنا في نماذج الأسئلة بتاعت الوزارة، يعني الوزارة حاجات كتير اللي هو الكتاب يعني فيها مجموعة من الأسئلة بتاعت الاختيار أو الاختيار المتعدد، وده بيبقى مهم جدا. لما بيجي الاختيار المتعدد بيديني السؤال وأربع اختيارات، أنا بتعامل فيها إزاي يعني؟ طبعا هو بيديني 4 اختيارات، بيبقى في اختيارين بعيد عن الحل تماما، واختيارين تانيين بيبقى قريبين من الحل الصحيح. فطبعا احنا برضو بنتعامل معاها كأنها أسئلة مقال، بتحتاج ان انا احلها بخطوات عشان اتأكد من الحل الصحيح، ما يبقاش فيها تسرع واختار اي اجابة كده ولا حاجة، احيانا اشارة واحدة بتفرق معايا. طيب انا يعني هعرض، يعني نخلي اسئلة المتعدد نمشي بقى بالعكس، انا كل مرة ببدأ بأسئلة اختيار متعدد واسئلة اكمال. انا بس عايز القي الضوء الاول على شكل موضوع الميل كمان، واحيانا يبقى له علاقة بحساب المثلثات. انا عايز اقول انه عادة لما يديني، اذا اداني رسمة مثلا، يعني انا عايز شبكة بيانية يا استاذ جمال، وبعدين نحط مستقيم بيقطع محور السينات ومحور السادات، وبعدين نقول له ازاي ممكن اجيب ميل من رسم موجود قصادي، يعني زي ما استاذ جمال بيرسم كده، ادي محاور بتاعتي، ادي محور السينات وادي محور الصادات. تمام. لو انا رسمت خط مستقيم وليكن كده، طيب يعني خلينا على الخط اللي حضرتك رسمته، هندي واحده مثلا 3 وحدات اللي هو من يقطع محور الصادات، من النقطه دي لما مثلا دي 4 وحدات ودي 3 وحدات مثلا. لما نيجي نبين هنا اهوت النقطه ديت، مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من حاجه. النقطه دي طالما بتقع على محور السينات يبقى الاحداثي بتاعها في الصاد هيبقى بصفر. نعم، هيبقى صفر. تمام. النقطة دي طالما بتقع على محور الصادات يبقى الإحداث السيني بتاعها هيبقى بصفر. يعني أنا أقدر لما يديني إذا قطع من محور السينات مثلا 4 وحدات، يبقى وواحدة للصادات 3 وحدات، أقدر إن أنا أجيب ميل مستقيم بالظبط وأحدد النقط. هنا هيبقى 4 و0، هنا هيبقى 0 و3 وحدات. أنا بقول ليه كده بقى؟ هو أحيانا يجي لي رسم وأنا لازم أبقى عارف مجموعة الأشكال. طيب لو هو خد
بيقول لي ان المسقط الصيني قد المسقط الصادي او بيميل بزاويه 45 على الاتجاه الموجب لمحور السينات. هنا بيجي لي سؤال في اسئله المقال بيستخدم الحته دي انه يبقى في عندي شبكه بيانيه ويبقى في مستقيم يقطع او يمر بالنقطه نقطه الاصل ويبقى الاحداث الصيني قد الاحداث الصادي فيبقى بيميل بزاويه 45 درجة على المحور محور السينات يعني يبقى شكله كده 45 تمام. درجة تمام. طيب احنا خدنا قوانين للميل قلنا ايه؟ قلنا الميل عندي فيه قوانين. القانون الاولاني قلنا فرق الصادات على فرق السينات. قلنا ان الميل ايضا بيساوي ظل الزاوية. وقلنا برضو لو جاني عندي معادلة فبنقول سالب معامل السين على معامل الصاد. ده لما تيجي معادله. لا بس انا عايز الحته دي الاول يا استاذ جمال بعد اذنك. المستقيم الاحمر حضرتك رسمته ده هو هنا بيمر بنقطه الاصل، ولو سمحت نحط نقطه عليه هنسميها A و A او نسميها الف والف مثلا. يعني اي نقطه الف والف ودي الف شرط. على فكره ان اي نقطه تنتمي لهذا المحور او هذا المستقيم بتبقى الاحداث السيني قد الصادي ما دام بيميل بزاويه 45 درجه. يعني انا شفت في احد الامتحانات زي ما حضرتك راسم مستقيم كده وبعدين قطع مستقيم اخر زي امتحان الشرقيه مثلا، كل المساله تتحل بان انا اعرف ان اي نقطه تنتمي لهذا المستقيم الاحمر احداثيات السين قد احداثيات الصاد. طيب على نفس الرسم ممكن يجي لي مثلا مستقيم يمر بالنقطه اللي بتقطع محور الصادات عند النقطه اللي حضرتك رسمتها الجزء اللي موجود ده، مستقيم مثلا كده بيوازي محور السينات مثلا، يوازي محور السينات. يعني رسمت خط كده مستقيم كده اهو وممكن يقول له بقى ادي انا اديتك مثلا وعايز مساحه المثلث مثلا اللي موجود هنا اقدر اجيب من اجيب القاعده او الارتفاع، او يقول له عايز معادله المستقيم ده. يعني انا عايز اقول لبناتي وابنائي المعلومات اللي معاك لو انت اسقطتها على المساله هتحل شفرات المساله اللي بتبقى موجوده عندك. ما حدش يقول ده في مساله جت صعبه هنا وده مثلا. كل مساله لو انت عارف المفاهيم هتعرف تسقطها على المساله وتعرف تحلها. طب نرجع تاني للاسئله الموضوعيه. انا عندي سؤال موضوعي كده، بص كده يا استاذ جمال، بيقول لي اي مستقيم يوازي محور السينات ميله يساوي نقط. صحيح هو سؤال بسيط لكن وارد يعني. طيب اي مستقيم يوازي محور السينات ميله يساوي بيساوي الصفر. تمام. اي مستقيم يوازي محور السينات يبقى ميله بيساوي صفر. لان البسط هنا اللي هو صاد واحد ناقص صاد اثنين او صاد اثنين ناقص صاد واحد بيساوي صفر، بيساوي صفر والمقام لا يساوي صفر. وصفر على طيب اي مستقيم يوازي محور الصادات ده بيبقى غير معرف. بتبقى غير معرف لان هنا فرق السينات بيساوي الصفر. لان هو بيوازي على الصفر غير معرف. تمام. طب شكل المستقيمين يعني على نفس الورقه اللي معاك، بس يعني نرسم رسومات كده اهو جميله كده. يعني ادي احنا رسمنا الخط الازرق دوت مستقيم بيوازي محور السينات. تمام. وادي مستقيم تاني يوازي محور الصادات زي ما احنا شايفين. في هذه الحاله ده ميله بيساوي صفر، اما ده ميله بيبقى غير معرف. تمام. طيب هو ممكن يديني برضو معادله الخط المستقيم في الصوره مثلا صاد يساوي ميم سين زائد جيم، ويقول لي امال الميل بيساوي ايه والجزء المقطوع قد ايه، ويديني مجهول وانا بتعامل معاه. يعني مثلا تعال نشوف كده سؤال، مديني زوج مرتب يحقق علاقه ما. تعال نشوف كده بيقول لي اذا كان الزوج المرتب سالب 1 و5 يحقق العلاقه 3 س زائد ك ص يساوي 7 فان ك تساوي ايه. طبعا هنا هذا الزوج يحقق هذه العلاقه وهذه المعادله، مش كده؟ اكيد طبعا. يبقى انا كل اللي هعمله ان هعوض عن قيمه السين بسالب 1. انا طلعتها ب2، انا عايز حضرتك تقول لنا ازاي. نبدا نشوف كده. احنا عند العلاقه هنا ايه؟ 3 س 3 س زائد ص زائد ك ص يساوي 7. تمام. واللي بيحقق العلاقه سالب 1 و5. طيب كل اللي عليا هنا نبص هنا مع بعض. نبدا نعوض عن قيمه الاحداثيات. ادي عندي السين ودي الصاد، يبقى في هذه الحاله كل اللي هعمله ان انا هعوض 3 س يعني 3 في س اللي هي سالب 1 زائد ك ص يعني 5 في ك يبقى 5 ك، كل ده بيساوي 7. 3 في سالب 1 بسالب 3 زائد 5 ك هيساوي 7. هضيف المعكوس الجمعي لسالب 3 اللي هو موجب 3 للطرفين، يبقى 5 ك بتساوي 7 زائد 3
اللي هي بتساوي 10 بقسمة الطرفين على 5، يبقى في النهاية كاف هتساوي 2. طيب مع بساطة السؤال، احنا يعني مع بناتي وابنائي احنا طبعا بنقول انت حافظ الكلام ده، لذلك احنا بس ايه بنسترجع. تعالوا بقى بس طيب الميل ممكن يبقى 3 نقط على استقامة واحدة، يبقى اقدر اعرف انه هذه النقط الثلاث على استقامة واحدة اذا كان ميل ا ب يساوي ميل ب ج يساوي ميل ا ج. فاذا كان، طب في سؤال موضوعي عكس الكلام، شوف كده السؤال بيقول لي هنا ايه، اذا كانت ا و ب و ج على استقامة واحدة فان ميل المستقيم ا ب يساوي ميل ايه؟ هنا انا معلش انا قبل ما تكمل حضرتك، هنا انا عندي اجابتين مش اجابة واحدة. طبعا كده. لكن هو لو قال لي اختيار متعدد يبقى انا لازم افهم الموضوع. تمام، يبقى الاجابه الصح ايه بقى؟ هنا اهوت هيبقى بيساوي ميل المستقيم ب ج. ينفع اقول ا ج؟ ينفع نقول ا ج لان الثلاث نقط على استقامه واحد. هو طيب. هو قال لي بس انا ملزم لو انا كتبت ا ج اجابه صح، لو كتبت ب ج اجابه صح، لكن في الاختيار المتعدد بلتزم بالاجابات اللي هو مديها لي. تمام، يبقى انا في الاختيار المتعدد هيقول لي ميل ا ب بيساوي، اديني اختيارات لكن الاختيارات بتاعتي انا عارفها وموجود. طب برضو تعالى بيقول لي تخيل الاجابه الصحيحه. هنا المستقيمان اذا كان المستقيمان متوازيان فان لهما نفس الميل. أكيد. مش كده يا استاذ جمال؟ اكيد. طيب يبقى اقول لي اذا كان ميم واحد مستقيم، ميم واحد وميم اتنين هما ميلي المستقيمين متوازيين، هو حدد لي ان هما متوازيين، فان ميم واحد يساوي ميم اتنين، يعني ميل المستقيم الاول يساوي الثاني، ولا يساوي المعكوس الضرب الجمعي، ولا يساوي المعكوس الضربي، ولا حاصل ضربهم يساوي سالب واحد. في هذه الحاله بما ان المستقيمين متوازيين فان ميليهما هيكونوا متساويين، يبقى ميم واحد بيساوي ميم اتنين. طيب يعني ده برضو بيفكرني ب قبل ما ناخد الشكل الرباعي اللي انا طلعته بيفكرني، طيب اذا كنا قلنا المستقيمان المتوازيان لهما نفس الميل بالظبط، طب المستقيمان المتعامدان، المستقيمان المتعامدان بيبقى حاصل ضرب الميل الاول في الميل الثاني بيساوي سالب واحد. طيب. يعني لو جينا بصينا في كده في العلاقه لو قلنا هنا اهوت اذا كان لام واحد عمودي على لام اتنين، يبقى ميم واحد في ميم اتنين بتساوي سالب واحد، او اقدر اقول ان ميم واحد بتساوي سالب واحد على ميم اتنين. تمام، يعني المعكوس الضرب بشاره مخالفه. بالظبط. تمام، انا بس بناتي وابنائي انا بنشط الذهن، بس خلي بالك اذا جه شكل رباعي عايز اثبته متوازي اضلاع، اثبته مربع، اثبته مستطيل، لازم يبقى عندي كل خواص الاشكال الرباعيه او الحالات الخاصه من الاشكال الرباعيه. طيب انا طبعا كنت ما قلت مع بناتي وابنائي وكنت جبت لكم كده حاجه وقعدنا نشوف امتى يبقى متوازيين وامتى متعامدين، لكن احنا قلنا الاول متوازي الاضلاع، يعني انت عايز تقول اولا الشكل شبه منحرف قدامنا، اولا في متوازي في شبه المنحرف الاول. نعم. شبه المنحرف، شبه المنحرف ايه اللي فيه؟ فيه ضلعان متوازيان وضلعان غير متوازيان، لازم الاثنين. يبقى لازم اجيب ميل الاولاني وميل الثاني، لو كان ميل الاولاني بيساوي ميل الثاني يبقى الضلعان دول متوازيين. هجيب ميل الثاني ده وميل الثاني الضلعين الثانيين دولت هلاقي ميليهما غير متساويان، يبقى هذا الشكل هو شكل شبه منحرف. تمام، يبقى شبه منحرف عشان اثبت ان هذا الشكل شبه منحرف اثبت حاجتين، ان هناك ضلعان متقابلان متوازيان والضلعان الاخران غير متوازيان، ويصح ان انا اثبت الضلعان الاخران غير متساويين في الطول، او اثبت ان الضلعين دول اللي انت قلت عليهم متوازيين غير متساويين في الطول. ده صح وده صح, صح. وده صح. لذلك اما جبنا سؤال وقلنا لبناتي وابنائي انت تثبت ان الشكل مثلا متوازي اضلاع، ممكن تستخدم الميل وممكن تستخدم البعد بين نقطتين وممكن تستخدم احداثيي نقطة المنتصف. طبعا ده ليه؟ لان انا عارف خواص متوازي الاضلاع، نرسم شكل كده لمتوازي الاضلاع ونقول كيف يمكننا اثبات ان هذا الشكل هو شكل متوازي اضلاع. ادي متوازي اضلاع ا ب ج د. تمام، قدامنا طريقتين في الحل عشان نثبتهم. الطريقه الاولى لو انا قلت ان طول ا د بيساوي طول ب ج وطول ا ب بيساوي طول د ج، يبقى في هذه الحاله بقول ان ا ب ج د ده متوازي اضلاع. الطريقه الثانيه لو انا قلت ان ميل ا د
المستقيم ألف دال بيساوي ميل المستقيم ب ج، وفي الحالة دي برضو ميل ألف ب بيساوي ميل دال ج. يبقى في هذه الحالة بقول إن هذا الشكل هو شكل متوازي أضلاع. لو أنا أثبتت هنا هو كمان أيضا إن طريقة أخرى يعني احنا عارفين ان القطران ينصف كل منهما الاخر، وان هنا نقطة ميم منتصف، مثلا نقطة ميم هنا منتصف به دال وهي في منتصف الف جيم، يبقى اذا هذا الشكل هو شكل متوازي اضلاع. طيب شاور لي، هو نفس السؤال نفس المسألة، في مسألة في النماذج كده يا استاذ جمال بيقول له الف ب جيم دال زي ما هو كده شكل متوازي اضلاع، ومديله الف وب وجيم ومديله احد المساقط في دال. فاسهل حاجة ان انا اعملها اجيب نقطة المنتصف بتاعت الف جيم. لو انا عندي الف جيم، طيب ما هي نقطة ميم هي منتصف ألف جيم وهي في ونقطة نفس الوقت ميم منتصف به دال. يبقى في هذه الحالة لو أنا جبت نقطة المنتصف بتاعت ميم ألف جيم، يبقى أصبح عندي به موجودة وميم موجودة. طب لو أنا عايز أجيب إحداثيات نقطة دال عن طريق نقطة المنتصف، لأن ميم منتصف به دال، به عندي، ميم عندي، يبقى نقطة المنتصف هتساوي، هنفرض هنا نقطة دال بسين وصاد مثلا ونقطة به، ونعوض في قانون منتصف القطعة مستقيمة. طبعا الحاجة أنا طبعا عارف إنه منتصف قطعة مستقيمة القانون بتاعها سين وصاد، يبقى سين بتساوي مجموع السينات، سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، صاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين. المعلوم قدامك عوض بيه، هيبقى عندك مجهول واحد تقدر تحصل عليه سواء كان هي طرف قطعة مستقيمة أو هي تقع في منتصف القطعة المستقيمة. عشان المعلومة كده يا أستاذ عادل أنا قلت في أول حاجة إيه؟ اكتب القانون وعوض تحتيه. نعم. هتلاقي نفسك توصلت للحل الصحيح. طب وأنا دايماً بقول لبناتي وأبنائي أوعى لو أنت شغال اكتب الحاجة اللي أنت شغال نقطة المنتصف زي نقطة المنتصف وماله، قوم كاتب إحداثيات نقطة المنتصف وأكتب س وص وأكتب، عشان إيه؟ المصحح وهو اللي بيصححه بيحبوك والله، وبيبقى بيدور لك على درجات صدقوني. يعني ما تصدقش حكاية انه ده بيبقى متضايق وبيبقى زعل، لا والله والله يا أولاد ابدا، ده هو بيقعد ويدور ويحفر على درجة تبقى موجودة. ممكن يغلط، ممكن نغلط، ما فيش مشكلة، القلم بيغلط، لكن تأكد انه هو داخليا هو بيدور على اي حاجة انت بتكتبها. فانا اجي اجيب احداثية المتصف او اكتب بعد بين نقطتين، ما نكتب القانون اللي انا عارف. وانا هقول للاستاذ جمال انه تعالى ناخد من اول درس احنا اشتغلنا، الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، نكتبه. انا اخش كده واكتبه اخد درج عشان وانا بشتغل اطلع الميل، مش كده يا استاذ جمال؟ مظبوط. طب الميل يبقى صاد واحد ناقص صاد اتنين على سين واحد ناقص سين اتنين. نبدا بقى من اول البعد بالنقطتين. ما يجراش حاجه، اتفضل استاذ جمال. البعد بالنقطتين بالنقطتين بيساوي ايه؟ بيساوي الجذر التربيعي فرق الصادات، صاد اتنين ناقص صاد واحد الكل تربيع، زائد سين اتنين ناقص سين واحد الكل تربيع. ولو جابها لك سين اتنين ناقص سين واحد الكل تربيع زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد الكل تربيع، برضو اجابة صحيحة. خدنا بعد كده منتصف قطعة مستقيمة. منتصف قطعة مستقيمة كنا بنقول القانون بيساوي ايه؟ سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، وصاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين. تمام. دولت اول جزء خدناه. دخلنا بعد كده هوت في الحساب المثلثات ما ننساهوش، قلنا جا الزاوية. جا الزاوية بيساوي ايه؟ بيساوي المقابل على الوتر. وما تنساش الجتا المجاور على الوتر. وظل الزاوية بيساوي المقابل على المجاور. احنا طبعا احنا مش بنحفظ، لكن احنا بنسترجع الجد. بس احنا بنسترجع علشان خاطر طيب. كل ده مقدمة لما نيجي نشتغل، عشان انا عايز اسيب بس حساب المثلثات نعمل له يعني شغل لوحده. يعني ماشي. تعالى ناخد، هي مسألة هنثبت ان الشكل يا متوازي اضلاع يا مستطيل. يا طب انا هاخد مستطيل على اساس هيمر بالسكة على متوازي الاضلاع. طب شوف حضرتك السؤال كده بيقول لي اثبت ان الشكل الذي رؤوسه، وانا عايز حضرتك تكتب الجملة اثبت ان الشكل الذي رؤوسه. بناتي وابنائي اكتبوا الحتة دي، اثبت ان الشكل الذي رؤوسه الف له الاحداثيات واحد واحد، وب له الاحداثيات اربعة وسالب اتنين، وجيم له الاحداثيات صفر وستة،
ودال له الإحداثيات 3 و3 اثبت أن هذا الشكل هو مستطيل. وهنا في نكتب كده تحت هذا السؤال اللي موجود يا أستاذ جمال، معلش تكتب لي كده أ ب ج باللون الأحمر تحت كده، أ ب ج تمام، أ ب ج ها تمام، أ ب ج د دال مستطيل. مستطيل، ايه الفرق بين الافتتاحيه هنا والافتتاحيه، المعطى هنا والمعطى هنا؟ هو هنا بيقول لي ايه؟ اثبت ان الشكل الذي رؤوسه ألف ب ألف وب وجيم ودال مستطيل، يعني الشكل ده اللي قدامي ده انا ما اعرفش ان كان مستطيل ولا لا، انا عايزك تديني بالبرهان ان ده مستطيل. اما لما اقول لك ألف ب ج د مستطيل يبقى انت عرفت كده اهوت على طول اوتوماتيك ان هنا اهوت ان طول الضلع مثلا أ ب بيساوي طول الضلع ج د، وان طول الضلع أ ج القطر أ ج بيساوي طول القطر ب د. نعم. يبقى في فرق بين الكلام ده. تمام. طيب انا بقى عايز بناتي وابنائي يبص على الفرق بين السؤالين. انا هنا قلت له اثبت ان الشكل أ ب ج د مستطيل، يبقى انا حددت له ترتيب الرؤوس. نعم. خدت بالك؟ حددت له ايه؟ قلت له الشكل اسمه أ ب ج د، انا كده حددت له ترتيب الرؤوس. انما ما قلت له في السؤال بتاعنا ده بقى اللي بيقول لي اثبت ان الشكل الذي رؤوسه، هو الرؤوس دي بالترتيب؟ ما اعرفش والله هي بالترتيب ولا لا، ما انا ما قلتلكش. يبقى انا خلي بالي هنا واعمل ارسم تقريبا رسم يعني كروكي كروكي كده عشان اعرف ترتيب الرؤوس، لانه نقع فيها ونلاقي نفسنا مش طالعه. مش كده مدام كوثر؟ سلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك، ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك، ازاي الصحة؟ الحمد ربنا لله. يبارك فيكم، متشكرين جدا جدا والله. الله يبارك في حضرتك، الحمد على لله. على تعبكم ده والله كتر خيركم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يخليك، الله يخليك. اموري تحت امرك. بقول لحضرتك في مسألة هنا في الهندسة مش عارفين يعني نحلها ازاي. اموري في النماذج؟ ايوه. طيب مليها الاستاذ جمال، اتفضل استاذ جمال بعد اذنك. استاذ جمال مع حضرتك. حاضر. اتفضل. مليها اتفضل. ايوه. عايز مساحة سطح المثلث المحدد بالمستقيمات. يا سلام، انا لسه كنت براجع ده دلوقتي. ايوه تمام. معلش، س بتساوي صفر. ايوه س بتساوي صفر. ثانية واحدة، المستقيم س بتساوي صفر. ثلاث مستقيمات س بتساوي صفر تمام، وص بتساوي صفر. الله. و2 س زائد 3 ص بيساوي 6. 2 س زائد 3 ص بيساوي 6. عايزين مساحة المثلث. عايزين مساحة المثلث ده. طيب شكرا، اتفضل استكول. متشكرة جدا، شكرا. تأمري تحت أمر. مع السلامة. طبعا أنا دلوقتي إحنا لسه يعني هنرجع الورقة تاني يا أستاذ جمال. هنرجع الورقة تاني. أنا بقول إيه؟ أي مسألة يا ولاد، أي مسألة. شوفوا اللي أنا قلته واحد اتنين تلاتة هتقدر تفهم أنت بتعمل إيه. هو إيه المطلوب؟ مش المطلوب إيجاد مساحة مثلث؟ طيب. هو المثلث ده عشان اجيب مساحته، شوف انا بفكر منين؟ من المطلوب للمعطيات، من قريت المساله. هبتدي بقى افكر من المطلوب للمعطيات، فانا هسال الاول مساحه المثلث بيساوي ايه؟ بيساوي القاعده في الارتفاع على 2 او نص القاعده في الارتفاع. يعني ايه؟ يعني انا محتاج اجيب طول القاعده ومحتاج اجيب طول الارتفاع. طب لما بص بيقول لي ان المستقيم او المثلث له ثلاث اضلاع، ضلع منهم يقع على المستقيم الذي معادلته س بتساوي صفر، والاخر يقع على مستقيم الذي معادلته ص يساوي صفر، والمستقيم اللي هيحمل الوتر له المعادله المعطاه عند استاذ جمال. يبقى في مستقيمين معروفين يا استاذ جمال. بالظبط. اتفضل. طبعا انا عندي هنا لما يقول لك س بتساوي صفر يبقى اذا ادي س بتساوي صفر، ادي الاولاني. ص بتساوي صفر يبقى ادي محور الصادات، يبقى هنا ص بتساوي الصفر. طيب النقطة التالتة هنا مدي لك معادلة 2 س زائد 3 ص بتساوي 6. 2 س زائد 3 ص بتساوي 6. هنبدأ نعوض في المعادلة، مرة عن قيمة السين بصفر هيطلع لي قيمة الصاد. تمام. ومرة عن الصاد بصفر هيطلع لي قيمة السين، يبقى أنا قدرت دلوقتي أحدد النقطتين بتاعة السين وبتاعة الصاد، قدرت أجيب البعد نقطة س عن محور الصادات. وبعد نقطة الصاد عن محور السينات يبقى قدرت اجيب القاعدة وقدرت اجيب الارتفاع. طيب انا عايز بس الورقة هنا حضرتك، هنرسم المحاور عشان المدام كوثر برضو تاخد بالها. هنا في ادي المحورين اهو، المستقيم س يساوي صفر، اين هذا المستقيم؟ ادي س اهو اللي هو ده.
تمام. هو بالخط الازرق دوت ده محور السينات اللي يبقى هو يبقى هذا هو المستقيم الاول. المستقيم الاخر ص يساوي صفر، يساوي صفر ده هنا ص يساوي صفر يا استاذ، ده ص يساوي صفر وده س بقى يساوي صفر وده س بيساوي الصفر. يبقى احنا اللي هو كده كده معادلته كده اللي معادلته اللي هو س بيساوي صفر اللي هو ده س بيساوي صفر بيبقى عمودي على محور الصادات. طيب اما بقى ص بيساوي صفر اللي هو ده ص بيساوي الصفر. اذا النقطه س تساوي صفر وص تساوي صفر تحقق العلاقه. العلاقه اذا كان المسقط الاول صفر فانا همسك العلاقه المعطاه وادي س بصفر تطلع ايه يا استاذ جميل؟ لو انا هنا اهو هنعوض هنا اهوت عن الس بتساوي صفر يبقى هنقول هنا اهوت عندما س يساوي صفر تمام يبقى 2 في صفر زائد 3 ص هيساوي 6. 2 في 0 ب 0 يبقى 3 ص هي اللي بتساوي 6 بقسم الطرفين على 3 يبقى ص بتساوي 2. يبقى اول نقطه يبقى لها اول الاحداثيات. نقطه احداثياتها تبقى 0 و2. طب ادي طب النقطه الاخرى بقى عند ص يساوي صفر. النقطه الثانيه عندما ص بيساوي الصفر يبقى في الحاله دي 2 س زائد 3 في 0 بيساوي 6 يبقى 2 س. طبعا 3 في 0 ب 0 بتساوي 6 بالقسم على 2 يبقى س بيساوي 3. يبقى ادي النقطه الثانيه. طيب ننزل بقى كده بالورقه يا استاذ جمال ونحط النقطتين بقى عندي. نحط النقطتين على الرسم حضرتك عامله. ادي النقطه كانت طلعت 0 و2. النقطه الثانيه هنا 0 و2. النقطه الثانيه هتبقى 3 و0. طيب يبقى 0 و2 و3 و0. ايوه على نفس الرسمه كده. هنا 2 و0 على السينات اهو. 0 و2 يبقى بتقع هنا. تمام. ادي النقطه الاولى. يبقى دي وحدتين بقى الارتفاع هنا 2. تمام. النقطة الثانية 3 و0 يبقى هنا دي 3 و0. تمام. يبقى دي 3 وحدات. 2 و0. نعمل المستقيم بقى. دلوقتي ارسم الخط المستقيم. يبقى انا عايز مساحة المثلث. مساحة المثلث. المشرشر ده بقى اللي هو هنظلله. اهو. تمام. ده له القاعدة طول القاعدة كام؟ البعد هنا 3. 3. البعد هنا 2. تمام. يبقى إذا مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث. انت هتثبت لي بالقانون؟ طبعا. تمام. لازم. نص طول الورقة مش باينة. القاعدة. تمام. في الارتفاع. الارتفاع. عين يعني. تمام. نصف في طول القاعدة 3 في 2 الناتج هيساوي 3 على 2 يبقى فيها 3 مربعة. وحدة مربعة لأن هو ما قالش على الوحدات اللي شغالة. يعني أتمنى إن احنا نكون جاوبناكي. معانا مصطفى. مصطفى. منين يا مصطفى؟ من المنوفيه. يا اهلا بيك يا مصطفى. كان لي بس سؤال عن ميل الخط المستقيم الماضي لمحور الصادات. ميل الخط المستقيم المار بوحده بمحور الصادات. الماضي لمحور الصادات. ماله بقى؟ انا عارف ان هو الميل غير معرف، صح؟ والجزء المقطوع هو ما فيش جزء مقطوع، هو المفروض ان هو فيه ما لا نهايه. هو ايه اللي فيه ما لا نهايه؟ اللي هو جزء اما المستقيم يوازي محور الصادات الجزء المقطوع من محور الصادات فيه ما لا نهايه. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. هو المسألة بس يعني متلخبطة معاك شوية. بص يا حبيبي، المعادلة بتاعت المستقيم هو محور الصادات س بتساوي صفر. تمام؟ أي نقطة بتنتمي لمحور الصادات هيبقى إحداث السين بتاعها بإيه؟ بصفر. إذا جيت أجيب الميل فيبقى المقام هيبقى س واحد ناقص س اتنين هيبقى صفر ناقص صفر بصفر، مش كده ولا إيه؟ أيوه أنا فاهم. فإذا المقام لا يساوي صفر فهذه القيمة ليست في الاعداد الحقيقيه. فبقول عليها قيمه غير معروفه، ما انا ما اعرفهاش، مش كده؟ أيوة. او ما يصحش في الاعداد النسبيه ولا في الاعداد الحقيقيه، لذلك بقول ان الميل غير معرف. انا قصدي دلوقتي اما المستقيم يوازي محور الصادات. نعم. قيمه الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو الاصل يعني. بيقول لي بقى ان ده بيقطع اربع وحدات من وحده محور الصادات. لا هو بيتكلم بصفه عامه. المعادله اللي انت بتقول عليها معادله الخط المستقيم ورقه جديده يا استاذ جمال، انت المعادله بتقول لي ص تساوي م س زائد ب مثلا. مش كده؟ هذه المعادله هي التي يمكن استخراج منها ال- 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 الرسمه حتى، ممكن ارسم منها ازاي؟ ان الص بيساوي م س، م ده اللي هو الميل. ايوه. زائد الجزء المقطوع كام وحدة بشوفها، وهل الوحدة دي في الجزء السالب او في الجزء الموجب. انت حكاية ما لا نهاية اللي مزعلك او في ايه؟ طب انا هقولك سؤال كده دلوقتي بتلخيص. اتفضل. عندما يوازي مستقيم محور الصادات. طب معلش اكتب وراه كده يا استاذ جميل. عندما يوازي مستقيم محور الصادات. نعم.
فإن الجزء المقطوع من محور الصادات يساوي يساوي عدد لا نهائي من الوحدات. طب هو دايما لا هو استنى بس ثانية واحدة، يساوي محور ايه؟ صادات، يبقى ما بيقطعوش، يبقى بيساوي صفر. طب انا بيقول دلوقتي في ما لا نهاية، طب هو انا هو ما انا عايز اقول لك حاجة، يعني مش لا ثانية واحدة بس، ثانية لا 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 دي واحدة بس، معنى انه يوازي بس عشان ما تتوهش زمايلك في وقت الامتحان. ثانية واحدة انا عارف هو بيقول ايه في الحته دي. بص حبيبي، معنى ان موازي ممكن يبقى المستقيمان منطبقان ومتوازيان، فيبقى هنا يبقى انت عندك عدد بوحدات لا نهائي معايا كده. اه معايا. اما اذا كان غير منطبقين ومتوازيين مش كده، يبقى لا لا يقطع، ما بيقطعش وحده الصادات، محور الصادات في حاجه، ويبقى ميله بيساوي قيمه غير معينه. ماشي معايا، خدت بالك من دي؟ اه خد. انا عارف ان انت الاثنين عملوا لابس يا استاذ جمال. المستقيمان المنطبقان هم في الاصل منطبقان، هم متوازيان، هم ايه لكن منطبقان. اما اذا بعد عنه فانه ما بيقطعش محور الصادات، يبقى منطبقان، يبقى هنا متوازيان وغير غير متقاطعان، غير منطبق، غير منطبقان. الله ينور عليك، تسلم حبيبي. عندك حاجه ثانيه يا مصطفى؟ لا شكرا، تؤمر تحت امرك. هي بس المفهوم، هو دخلنا في مفهوم اعمق شويه مع بناتي وابنائي. انا عايز اقول لبناتي وابنائي، انا كنت جبت برضو الميل عشان برضو بناتي وابنائي، انا بس انا عايز اجيب الحته دي بقى بالتحديد. بصوا كده بناتي وابنائي على الشاشه، هو يعني ايه ميل برضو عشان ما نستغربش قوي. يعني ايه ميل؟ يعني انا لو مشيت قد ايه في السينات وامشي قد ايه في الصادات فاوصل لنقطه معينه. اهو بصوا كده، اهو دي مشيت كده شويه، كام وحده ادي مشيت مثلا كام، اربع او ثلاث وحدات مثلا، وراحت طالعه وحدتين، يبقى في تغير في الراس وتغير في الافقي، فعملت لي مستقيم بالشكل، او عملت لي جزء مستقيم اهو، شايفينه كده قطعه اهي، مش كده؟ هي جت من هنا راحت هنا، فكان الاقرب لها تروح في شكل الوتر، وبالتالي ابص الاقي ان هذه الزاويه هو يميل على محور السينات بهذه الايه الزاويه الحاده. يبقى عشان كده بقول ايه، ان هناك علاقه بين الميل وبين ظل الزاويه، الحته اللي قلتها في الاول خالص. انا عندي هنا الزاويه لو ب 30 درجه، يبقى طول الضلع المقابل للزاويه 30 يساوي نص طول الوتر، نص الاخضر ده، ده لو كان ايه الزاويه دي ب 30 درجه. يبقى ممكن يديني الزاويه في حساب المثلثات، انا كنت مرجعها شويه، لكن ممكن يديني الزاويه بتميل قد ايه في على الناحيه الموجبه في السينات، وانا ساعتها اقدر احدد هذا الميل بتاعه، لانه بيساوي ظل الزاويه او تان الزاويه. حتى تعالى شوف، مش انا مشيتها كده، بص كده، لو مشيت نفس عدد الوحدات في السين اهو، التغير في السين اهو، وادي التغير في الصاد، هتوصل لي النقطه. لو انا وصلت النقطه دي بالنقطه دي، هبص الاقي ان الثلاث نقط على استقامه واحده، لان لهما او لهم نفس الميل، واستطيع ان انا اقول ان هذا او هذين القطعتين بيتا مجموعه جزئيه من هذا المستقيم الذي يميل، او هذا الشعاع الذي يميل على محور السينات. اياك نكون خدنا مفهوم الميل وعلاقته بالزاويه او علاقته بحساب المثلثات. استاذ جمال معلش، المساله اللي انا اديتها لك الاول، الرؤوس غير يعني ما هياش متتاليه مش كده في الحته دي، فلو احنا لو رسمناها تقريبي، انا عايز بس يعني القي الضوء على هذا الكلام، بحيث ان انا ايه ادي الورقه اهي قدام حضراتكم. واستاذ جمال يمكن قول لنا، استاذ جمال هو اختلاف، انت قلت اختلاف الاثنين بينهم وبين بعض، ان هنا في اللون الاحمر ده هو معين الرؤوس بالترتيب الصحيح، ولكن فوق قال لك الشكل الذي رؤوسه، فنصحى لاحسن يبقى الف مش ب، ما ينفعش اقول الف وب وجيم ودال، ممكن ما ينفعش، ممكن اقول الف ودال وجيم وب، وده اللي حاصل في مساله زي دي. لذلك انا جات لي كتير يقولوا لي يا استاذ احنا المساله مش عايزه تيجي، طبعا لان انت ما خدتش بالك من الشكل الذي، عشان كده احنا مش عايزين نبقى فيه حفظ. نعم. مش لازم ان انا ابقى عامل حسابي ان انا لازم اقول يبقى الف ب جيم دال او سين صاد عين لام، لا. احنا بنشتغل بناء على الحاجات اللي قدامنا. انت كل اللي عليك هتعمله دلوقتي ان انت عشان تثبت ان الشكل ده مستطيل، هتجيب اطوال الاربع اضلاع اللي عندك. نعم. ا ب ب ج ج د ا د. بعد كده ابدا اشوف بقى مين كل اتنين بيساوي بعض، يبقى الميل بتاعهم بيساوي بعض. وكل اتنين بيساوي بعضه هيبقوا هم اللي قصاد بعض، يبقى انت كده بتبدا تنظم الشكل بتاعك. طيب نقول بقى على الشكل الرباعي اللي احنا قلنا عليه يا استاذ جمال، عشان نثبت ان هو مستطيل هجيب طول ا ب. انا الاول بقى طبعا مش هنشتغل على طول بقى، هنرسم رسم كروكي. طيب على الورقة حتى اللي موجودة كده، اللي موجودة التانية، طيب زي بعض. طيب يا آية خليك معايا، آية
حاضر. طب ايه رايك يا ايه، انا هطلع لك اللي حصل ده، هطلعه لك على الشاشه من الجهاز عندي. انا سبقت الاستاذ جمال يسمح لي يعني، وانا عينت الرؤوس. ايه رايك؟ مش احنا عين الرؤوس الاول؟ تمام. بص كده انا عملت ايه، بص لقيت المساله ماشيه ازاي. لقيتها الف ب ج د، بص الترتيب اهو، اطمنت فرحت موصلهم ببعض فطلع شكل اهو. الحمد لله شكله عامل زي المستطيل، بس ما اقدرش اتاكد. امال اتاكد ازاي بقى يا ايه؟ اتاكد ازاي ان ده مستطيل؟ ان كل جزئين متقابلين متساويين. لا انا مش سامعك، يا ريت هنا نعلي شويه كده. كل جزئين متقابلين متساويين. هو في كل ضلعين متقابلين متساويين. متساويين تمام، فيبقى متوازي اضلاع يا قمر. والقطران نص الله. يعني انت هتجيبي احداثيه نقطه المنتصف وهتثبتي ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني لهما نفس الميل. طب ممكن حاجه تانية؟ ممكن اثبت ان كل ضلعين متقابلين متوازيين واحدى زواياه قائمه، يعني اجيب ميل ده وميل ده اضربهم في بعض يديني سالب واحد. ايه رايك؟ فيبقى المستطيل هو متوازي اضلاع احدى زواياه قائمه. طب يا ايه ليكي سؤال؟ الصوت مش واضح يا ايه، وضح الصوت شويه. اوجد مساحه المثلث. اوجد مساحه المثلث المحدد بالمستقيمات الاتيه. ايوه، س تساوي صفر وص تساوي صفر، ومديكي معادله. اتفرجي علينا بقى الصبح ان شاء الله، لان انا لسه حللها دلوقتي. لسه حللنا دلوقتي يا ايه، واخده بالك؟ اتفرجي علينا قبل ما تروحي اللجنه بقى، احنا لسه حلينا. طب بسرعه كده يا استاذ جمال، قلت لها بص يا انت عايز تحليها، احنا حليناها ولا انت عايز تحليها؟ مش هي دي المساله. انت عايز تحليها؟ طب احنا حليناها والله يا قمر دلوقتي. مش هي دي المساله بتاعتك؟ هي موجوده على الشاشه مع استاذ جمال. مش هي دي المساله بتاعتك؟ بيقول لك مساحه سطح المثلث، ومدي لك س بتساوي صفر وص بتساوي صفر، ومدي لك 2 س زائد 3 ص بتساوي 6، صح كده؟ لا، ومدي لي معادله ثانيه. في معادله ثانيه؟ ايه هي؟ 3 س. لا ده انت بتتكلمي على المساله بتاعت الشرقيه. معرفش الشرقيه صح؟ لا. ها؟ طب يبقى سؤال تاني غير ده مش كده؟ طب قول يا قول يا بابا. مالي يا استاذ جميل؟ س بتساوي صفر وص بتساوي صفر. و3 س ناقص 4 ص. 3 س ناقص 4 ص بتساوي 12. بس كده؟ هي نفس، مش نفس المسألة. طب هي نفس الفكرة يا ايه. بص يا حبيبتي، كلمة المستقيم، أما يقول لك المستقيم س بيساوي صفر، يبقى يقصد بيها اللي هو محور الصادات ده. نعم. خلاص؟ ولما يقول لك ص بتساوي صفر، يبقى هو المستقيم العمودي على محور الصادات اللي هو محور السينات. خلاص؟ بعد كده بتعوضي في المعادلة بتاعتك مرة عن س بتساوي صفر، هيطلع لك قيمة مين؟ ص. خلاص؟ يبقى النقطة اللي احداثياتها صفر وقيمة الصاد دي النقطة الأولى. بعد كده بتعوضي في المعادلة برضو نفسها عن الصاد بتساوي صفر، هيطلع لك قيمة مين؟ قيمة السين. يبقى أنت كده جبت النقطة الثانية. أوصلهم ببعض، عملت حددي بقى كده النقطتين، النقطة الأولى اللي الإحداث الصادي فيها بصفر، النقطة الثانية اللي الإحداث السين فيها بصفر، هتوصل لي النقطتين ببعض، يبقى عندك البعد النقطة عن محور الصادات وبعد النقطة عن محور السينات، يبقى انت كده جبت القاعدة وجبت الارتفاع. ومساحة المثلث بتساوي نصف طول القاعدة في الارتفاع، تضربي وتعوضي وتطلعي مساحة المثلث. انت كده راضية يا قمر؟ هو ممكن ناخد اللي هي الثلاثة اللي جنبتين في المعادلة الأخيرة، نخليها هي القاعدة، والأربعة اللي جنبتها دي الارتفاع. انا هشيل السين في المعادله اللي انت مديها لنا. هي عايزه تقول لك ان تخلي الثلاثه دي القاعده والاربعه دي لا الارتفاع. طبعا ما ينفعش. لا بص يا حبيبتي بسرعه كده اهو، هتعوضي عن س مره بصفر، عندما س بصفر خلاص يبقى سالب 4 ص بتساوي 12، عشان لما اضرب الس الثلاثه بصفر راح، يبقى هقسم على سالب 4، يبقى الصاد هتطلع بسالب كام؟ 3. يبقى النقطه الاولى صفر وسالب 3، هتعوضي بعد كده عن الصاد عندما صاد بتساوي صفر، يبقى 3 س هي اللي هتفضل لي، عشان الصاد لما اضرب سالب 4 بصفر بصفر، هضرب هقسم على 3، يبقى س هتساوي كام؟ 4. يبقى احداث النقطه هيبقى 4 وكام؟ وصفر. يبقى النقطتين دولت 4 وصفر دي النقطه اللي بتقع على محور السينات مش كده؟ يبقى 4 وصفر، يبقى البعد هنا كام؟ 4. اما النقطه الثانيه اللي هي صفر وسالب 3، خلي بالك معايا،
صفر وسالب 3 يبقى البعد هنا كام؟ 3. اما بقول بعد يبقى بقول ايه؟ القيمه المطلقه. يبقى هنا 3 يبقى هنا 4 وهنا 3 يبقى المساحه هنا هتساوي ايه؟ نصف في 4 في 3 يبقى بيساوي 6 وحدات مربعه. انت بقى كنت عايزه تشتغلي كمان بالميل مش كده؟ عايزه تشتغلي بالميل والجزء المقطوع من محور الصداره. يعني بتقول لك ما انا موجود عندي عندي معادله عندي اقدر اجيب الجزء المقطوع من محور الصادات. والله انت هايله، كلها افكار جميله ولذيذه، بس احنا حلينا كده عشان كنت عايز اراجع الميل مع الجزء المقطوع. شكرا يا قمر. طبعا شفتوا ازاي بنحل بطريقه او باتنين. هي عندها فكره ان انا قدامي معادله اقدر اجيب الجزء المقطوع واعينه واحدده، بس ايه؟ انا هعينه هيبقى ثلاث وحدات في الجزء السالب، عيننا النقطه دي. جميل، فكره جميله وبرافو عليكي. تعالوا نشوف ازاي برضو السؤال اللي عاده بنشوفه انه يديني نقطه وميل ويقول لي هات معادله هذا المستقيم. يعني يقول لي معادله المستقيم الذي له الميل. بس احنا معانا برضه ولية امر محمد اشرف. هم الولاد مش موجودين ولا ايه؟ محمد اشرف. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو، ايوه تحت امرك، انا معاكي. ايوه يا فندم، مع حضرتك. هو معلش، هو في رسمه على الرسم البياني ممكن اوصفها لحضرتك؟ اتفضلي. اوكي، هو المحور السينات، هو يعني هناخد رقم 2 من 0 1 2 عند رقم 2. وهنطلع من محور الصادات لحد نقطة مثلا نقول 5 و4. أنا بس عايزة أوضح لحضرتك الميل. أوكي، هو في نقطة على محور السينات؟ لا، مفيش نقطة على محور السينات. هو الخط جاي بميل. بميل، بميل زاوية مرتفعة لفوق. من فين لفين يا فندم؟ متوصل من فين لفين؟ من نقطة 2 دي. طب ما حضرتك قولي احداثيات النقط كام وكام، او خلي احمد يكلمنا. اوكي، انا هقول لحضرتك. هو النقطة اللي هو ممكن عند 4 و4. طب 4 و4 كويس. اوكي، 4 و4 فوق، ماشي، في جزء الموجب. استاذ جمال عملها كده، هو ده خط الميل. طب النقطة التانية كام وكام؟ النقطة الأولانية 0 و2. طب 0 و2. 0 و2 هنا. عايز هنا المسافة المستغرقة. طب الأول بقى وصل، نوصل كده ثانية واحدة، الشكل كده زي ما استاذ جمال رسمه. ايوه. طيب ها، عايز المسافة المستغرقة بعد 4 ثواني من بدء الحركة. هو هنا دي ثانية واحدة بقى، انت كده بنتكلم عن جايب هنا حركة، يعني في ازاحة او في مسافة وفي زمن، مش كده ولا ايه؟ ايوة. طب الكلام ده احنا ده في النسبة والتناسب مش كده ولا ايه؟ النسبة والتناسب. طب ده في الجبر. طب احنا بكرة عندنا جبر، عندنا هندسة الكل. على العموم مش مشكلة، يعني هي مش مشكلة. انا بقول له امتى كان الزمن، اخد النقطتين دول، يبقى في علاقه بين الزمن والمسافه. معايا حضرتك؟ ايوه مع حضرتك. فلما كان الزمن صفر كان المسافه، الزمن صفر، احنا عملنا. ايوه مع حضرتك. الزمن كان صفر، كانت المسافه قد ايه؟ يبقى انا هكتب الزمن يساوي صفر، المسافه تساوي مثلا 2، يبقى دي اول نقطتين، اول ايه؟ حاجه. تاني حاجه، المسافه كانت 4 لما الزمن كان 4، يبقى دي تاني حاجه. بيجيب العلاقة من النقطتين الأولين ويعوض في الثانية عادي جدا، بس لما يجي أحمد خليه يكلمنا بقى. إن شاء الله. لأن واضح إن إحنا بعيد عن المنهج شوية. تأموري. تحت أمرك، أنا تحت أمرك، تأموري، تحت أمرك. طيب نرجع تاني بناتي وأبنائي، طبعًا ماما كانت بتتصل بينا ما ينفعش ما نردش عليها، لازم نقول لها جبر هندسة دي حقها. هي طبعًا قلقانة عليا. طب تعالوا نشوف، لو أنا بتكلم عن المعادله اللي احنا كنا بنتكلم فيه، معادله خط مستقيم بمعلوميه الميل والجزء المقطوع. احنا عندنا هندسه المستقيم او شكل المستقيم في الصوره العامه، ميم اللي هو صاد بتساوي. اتفضل. الصوره العامه لمعادله خط مستقيم صاد بتساوي ميم سين زائد الجيم. تمام. طيب. تمام. ده صوره. ده الصوره العامه. طب. ميم هنا ده اللي هو الايه؟ الميل. نقطه الجيم ديت ايوه الجزء المقطوع من محور الصادات. تمام تمام. يعني تعالوا كده بناتي وابنائي، زي ما كتب لنا علمنا استاذ جمال، السؤال اصله ان شاء الله باذن الله في فكره قريبه منه باذن الله لازم تيجي. ليه وانا بقول ايه يعني ان شاء الله لازم تيجي؟ ليه؟ احنا لما بندرس درس معين بنكتب الهدف من الدرس، فاذا انت في الاخر حققت لي مساله تقويم يبقى انت حققت الهدف من الدرس. فانا بشوف المساله بتاعت الهدف من الدرس واقول يبقى ده مهم اكيد
الاستاذ استاذنا طبعا اللي بيحط الامتحان هيبقى عارف انه بيقيس اهداف الدرس. تعال شوف كده بيقول لي العلاقه الخطيه للمتغيرين س وص. طبعا الصوره العامه زي ما انتم شايفينها ص بتساوي ا س زائد ب زي ما علمنا استاذ جمال، وقلنا ان المعامل بتاع س هو ده ميل الخط المستقيم لان هي دي صوره. اما الجزء المقطوع يبقى هو السالب واحد. حتى انا لو جيت مثلتها بيانيا زي ما انتم شايفين اهو، انا طبعا هعملها في عجاله، عملت جدول ووصلتها وعملتها بيانيا كده فاداني خط مستقيم. طيب انا بقى خرجت منها ان الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. طب بصوا كده، سالب 3 سالب 1 وسالب 1 سالب 1 يعني يديني سالب 4 على سالب 2 يعني يديني 2، هو زي الميل بالظبط. يعني انا لما رسمت العلاقه وعملتها مثلتها بخط المستقيم اداني فعلا اهو جدول ثلاث نقط وعملت الميل لقيت نفس الميل نفس الموضوع. يبقى فعلا انا ممكن يجي لي سؤال ويقول لي طبعا ادي المستقيم اهو وادي الميل، يعني ايه؟ يعني الميل بيساوي 2، يعني انا عندي فرق الصادات 2 وفرق السينات 1، يعني كل ما بيمشي خطوه هنا بيمشي خطوتين هنا. حتى تعالى شوف كده، كل ما بيمشي خطوه في سين بيمشي خطوتين في صاد. الله، شفت الميل اهو مشي، كان هو هنا عند س تساوي صفر مشي عند س تساوي 1، ما المقام يساوي 1. طب تعالوا شوف فرق الصادات عمل ايه، مشي خطوتين. يبقى الميل بيحقق هذا الكلام. يبقى هذه احدى الصور ان يكون ص يساوي م س زائد ج واقدر اجيب الميل. طيب تعالوا نشوف الجزء المقطوع فين برضه. لما انا عملتها لقيته عند ص تساوي سالب 1، يا سلام، يعني هو قطع وحده واحده في الجزء السالب على محور الصادات، اقدر اعينه من هنا خلاص. واحنا اتفقنا بقى بعد كده ان انا من هذا الشكل العام للمعادله اقدر اعين المعامل، اقدر اعين الميل والجزء المقطوع. فمثلا ندي سؤال لاستاذ جمال بقى بعد ما فهمنا الموضوع، نقول له استاذ جمال طب اذا كان مستقيم لم له الميل 3 على 4 يا استاذ جمال، يعني الميل يعني مستقيم لام لام له الميل، الميل بتاعه بيساوي 3 على 4 ويمر بالنقطه 2 و3 ويمر بالنقطة 2 و3 خلاص 2 و3 طيب هل اقدر ان انا اقدر اعين دلوقتي معادلة المستقيم؟ هو طالب مني ايه؟ معادلة المستقيم. على طول اقول له معادلة المستقيم ايه؟ ص بيساوي م س زائد ج. يبقى اقول له بما ان الصورة العامة لمعادلة المستقيم هي ص بتساوي م س زائد ج، تمام. ص بتساوي م اللي هو الميل، يبقى هقول له 3 على 4 س زائد ج. تمام. طب انا ما عنديش جيم، بس عندي نقطة بتنتمي الى هذا الخط المستقيم. نعم. يبقى هقول له النقطة اللي احداثياتها 2 و3 بتنتمي الى المستقيم لام. يبقى في الحالة دي بعوض عنها عن الاحداث السيني ب2 عن الاحداث الصادي ب3 ونشتغل في المعادلة. يبقى صاد هعوض عنها ب3، يبقى 3 على 4 في 2 زائد الجيم. يبقى هنا 3 بيساوي 3 على 4 في 2، يبقى 3 على 2 زائد الجيم. استنتج من كده ان جيم بتساوي 3 باضافة المعكوس الجمعي ل 3 على 2 للطرفين اللي هو يبقى سالب 3 على 2. يبقى في الحالة دي جيم هتساوي 3 على 2. جبت قيمة الجيم، ارجع للمعادلة بتاعتي اللي انا كتبتها في الاول بعد ما عوضت عن قيمة الايه الميل. يبقى في هذه الحالة هقول ايه؟ هقول ان المعادلة بقى صاد بتساوي 3 على 4 س زائد 3 على 2. تمام. طيب برضو هنا السؤال هنا يا استاذ جمال، هو انا ممكن اسيب المعادله كده؟ لا، ممكن اسيبها كده، وممكن اضرب في العامل المشترك الاكبر للعددين المقامين اللي هو 4 و2. نعم. اضرب المعادله كلها في كام؟ اضربها في 4. يبقى في هذه الحاله هتصبح على الصوره 4 ص بتساوي 3 س، عشان انا هضرب هنا في 4، هضرب هنا في 4 وهضرب هنا ايضا في 4. يبقى 4 ب ص ب 4 ص، 4 في 3 على 4 تصبح 3 س زائد 4 في 3 على 2 هيساوي 6. ممكن اعملها صفريه؟ وممكن نخليها معادله صفريه تبقى 4 ص ناقص 3 س ناقص 6، كل ده بيساوي الصفر. هو احنا جبنا الصيد غير اشارتها؟ ما احنا غيرنا الاشارات الناحيه الثانيه. تمام، بس عشان ياخدوا بالهم. وممكن نحطها بصوره ثانيه، 3 س زائد 6 ناقص 4 ص بتساوي 0، ولو رتبناها تبقى 3 س ناقص 4 ص زائد 6 هيساوي الصفر. الله، كل دي اشكال وكله صح، كله صح، كله صح بناتي وابنائي. طيب انا ليه بقى خليته استاذ جمال وصل
ايه ده الحته دي يا استاذ جمال؟ لانه انا ممكن السؤال يجي لي بصيغه اخرى ويقول لي اوجد الميل والجزء المقطوع. طيب هنحط السؤالين في صفحه كده مقسومه نصين، الاولاني لما يقول لي اذا كان ص تساوي 5 س زائد 7 اوجد الميل والجزء المقطوع من محور الصادات، وناخد من ناحيه اهو مثلا 2 ص 2 ص زائد 7 س زائد 7 س ناقص 2 ناقص 2 بيساوي 0 يساوي 0. والناحيه الثانيه ص بتساوي ص تساوي 5 س 5 س ناقص 3 ناقص 3. ونشوف احنا نجيب الميل والجزء المقطوع من هنا ازاي ومن هنا ازاي. طبعا واحد هيقول لي هنا اهوت، لو انا عايز اطبق هنا اهوت اول حاجه لو انا هاجي هنا اهوت هيقول لي انا هجيبها من هنا اسهل. الميل هنا هيساوي 5 اللي هو معامل الس، صح؟ آه. طب الجزء المقطوع من محور الصادات نعم هيقول لي كام؟ هيقول لي سالب 3. يعني الجزء المقطوع هو 3 وحدات من الجزء السالب قلنا من محور اللي هو بياخد الصادات. القيمه المطلقه للعدد اللي عندي فهيطلع 3 وحدات من الجزء السالب من محور الصادات. تمام ده كلام جميل. طب الناحيه الثانيه بقى قبل ما تحل دي يا استاذ جمال تعالوا معايا نشوف الشكل بتاع الصوره العامه واستاذ جمال هيجاوب منها. يعني بصوا كده بيقول لي اذا كانت المعادله في الصوره ا س تساوي ب ص زائد ج يساوي صفر، فان ادي الميل يساوي سالب ا على ب. بصوا كده سالب معامل س على معامل ص. طب والجزء المقطوع سالب الحد المطلق على معامل ص من خلال الشكل اللي موجود هنا. طيب هو الوقت عدانا كده بيعدي بسرعه، يعني عايزين نشكر استاذ جمال وطبعا نشكركم بناتي وابنائي، لكن احنا في انتظاركم برضو، ما تمشوش ريحوا شوية وان شاء الله برضو نستمر في مراجعة الهندسة. متشكرين يا استاذ جمال. شكرا لك استاذ عادل وكل الابناء الطلبة اللي كانوا معنا، وشكرا لكم بناتي وابنائي. والصبح برضو بتتعاد قبل ما تروح اللجنة ان شاء الله بتتعاد، يبقى تابعنا. شكرا لكم بناتي وابنائي، كان معكم عادل عبد الموجود، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.